زكريا مدير عام مصنع بي ام دبليو، تاريخ اكتر من 30 سنه في صناعه السيارات. الحمد لله. انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده. انا اللي سعيد بوجودك معانا، شرفتنا. ومبسوط ان انا وسط الايدي المصريه المحترمه، سواء فنيين مهندسين كل التخصصات، شيء الواحد يبقى فرحان كده ان احنا بنتمشى وبنصور جوه مصنع مصري بمعايير مش سهله. احنا بنتكلم في علامه بي ام دبليو، علامه مش قليله، ومصنع عنده معايير ورقابه صعبه. الجزء الاصعب اللي دايما بنقوله العربيه اللي في مصر غير العربيه اللي في اوروبا، وده مش الحقيقي. لا خالص، صح؟ لا خالص. المعادله دي حضرتك ترد عليه كل اللي بيشوفنا النهارده، عشان النهارده نشوف عربيه بتخرج من خط الانتاج بعلامه بي ام دبليو، وخليني اقول هو لاين صعب، لاين الاكس ده من اصعب الفئات اللي موجوده، من اول اكس 3 للاكس 7. صحيح. النهارده احنا بنتفرج عليه بيتم تصنيعه او تحديدا تجميعه في مصر بمكون 45%. صحيح. ده حصل ازاي؟ يعني الاول انا عايز اشكرك يا تامر، لانك من وطنيتك برضو بتنقل فعلا حاجة احنا فخورين فيها في مصر، مش كتير بيدخلوها، مش كتير بينقلوها. احنا بنحاول ننقل وعي للناس المصريين كلهم ان في صناعة وطنية، في حاجات جات من بره بتكنولوجيا عالية بتتعمل على اراضي مصرية نفتخر جميعا بيها. فبشكرك مبدئيا. اشكرك يا فندم. تعال نرد على سؤالك اللي هو ازاي الصناعة الالمانية دي بتتعمل على ارض مصر بمعايير عالية تضاهي المعايير الاوروبية. شركة بي ام دبليو عموما عمرها ما هتديك اللايسنس وهتديك الموافقات الا لما تكون حاصل على جميع الشهادات اللي تخليها مطمنه ان هي العلامه في ايد امينه وفي ايد ناس مدربه من ناحيه المانجمنت ومن ناحيه الفنيين. تعال ارد عليك تاني برضو في جزئيه هو ايه متطلبات عربيه تخرج بجوده من مصنع كمتطلبات فنيه. واحد، عماله مدربه. لو العامل ده زي العامل اللي واقف في المانيا، هنقول العربيه خارجه بايدي مش مدربه او وحشه؟ لا، نفس الاستاندر لو العامل ده مدرب. فاحنا بناخد جميع الاجراءات عشان نوصل العامل للتدريب اللي هو زي اللي واقف على مصنع المانيا دلوقتي حالا وبيعمل نفس الكلام. التدريب بيبقى على ايدي ناس المانيه موجودين بييجوا هنا ريجولر، وبييجوا علينا تفتيش او اوديت ليشوفوا البروسيس كلها. تاني حاجه بعد العماله البروسيس. لو انا متحكم في البروسيس اللي ماشي بيها العربيه كل مرحله وكل خطوه، لو شفنا الخطوط عليها جنبها كتب البروسيس محطوطه اللي الاولاد اللي حوالينا والفنيين اللي مشغلين معانا والمهندسين مذاكرينها عن ظهر قلب، يعني حافظينها. احنا في انهي جزء دلوقتي؟ انا شايف عربيات ماشيه جنبنا. ايه ده؟ احنا في الجزء اللي هو بنسميه احنا الاوفر هيد، بمعنى العربيه بدات من هناك خالص، اول خط بنسميه التريم اللي هو ركبنا كل الاجزاء الداخليه للعربيه، وبعد كده رفعناها عشان نركب كل الاجزاء الاندر بودي اللي هي من اول الموتور والجير بوكس والبروبيلر شافت، عمود الكردان بالاكسات. احنا اول جزء فين؟ اول جزء في الاول خالص، جه من اول محطه التريم اللي في الاول خالص، اللي هي العربيه فاضيه خالص. انا عايز نبدا نقدر نمشي. انا عارف ان هو مش سهل التحرك يعني، بس انا بشكركم ان احنا موجودين ده. بس انا فرحان ان انا شايف احنا اللي بنعمل ده، احنا بنعمل حاجة كويسة، لان ده بداية ان انا يبقى عندي علامة في يوم من الايام او صناعة كاملة يبقى عندي عربية 100%. اعتقد حق يعني، عشان كده لما اي حد بيتكلم عن صناعة السيارات او حاجة انا بقول اول مكتسبات ان في الناس اللي حوالينا دول يعني اقل واحد 15 سنة خبرة، والباقي ممكن 30 سنة زي حالاتي كده قدام في المهنة، لان مصر عريقة في صناعة السيارات. عندنا مصانع مش هتكلم من الستينات، خلينا نبدأ من الثمانينات بقى لما القطاع الخاص دخل وشركات عالميه دخلت هنا. فده لوحده خلى مكتسبات المهاره والعماله الفنيه والمهندسين لدرجه ان احنا كمصانع سيارات عموما بقينا زي تفريخ لمصانع الصناعات الهندسيه. لما حد في الصناعات الهندسيه عايز واحد خبره وبيتعامل في الصناعات الهندسيه ويعرف يكنترول البروسيس والميكانيزم بياخده من صناعه السيارات كاعلى الصناعات في الصناعات الهندسيه. ارجع اقول لك برضو تاني على سؤالك الاولاني، اتكلمنا على العماله والتدريب واتكلمنا على البروسيس اللي بيحكم، واخر حاجه المعدات والاكويبمنت. لو انت جايب الثلاثه دول مطمن عليهم والمانيا مراقباك فيهم او العلامه بي ام دبليو مراقباك فيهم، خلاص انت اطمنت كده ان العربيه اللي خارجه زيها زي الالماني وزي المعموله في اي حته في امريكا او في اي حته في العالم.
ابتدينا من جزء بدايه قوي، ده العربيات اتدهنت خلاص. تمام كده، احنا خلفيتنا خط الدهان، وبتخرج العربيات من خط الدهان مدهونه ومتفتشه واكوردنج للستاندرد بتاع بي ام دبليو، متفتشه يعني اتعمل الاوديت كامل عليها. مش وارد انها ممكن تتجرح او تتخربش وهي في مراحل لو هي وارد، احنا عندنا سبوت ريبير جوه خط الدهان، ستاندرد سبوت ريبير برضو من بي ام دبليو، لانه وارد طبعا انها تتجرح. فدي مرحله لو هي اتخدشت جوه خطوط الدهان بيتم علاج الخدش بالطريقه الستاندرد، لو هي خرجت وماشيه خطوط الانتاج بنحاول نحط بروتكشن طبعا بقدر ما يمكن. انا شايف حاجات كده ملزومه، كنتش فاهمها، كنت فاكر ان دي عظم تحت الرفرف، لكن اكتشفت ان هو محطوط عشان يحافظ على الرفرف. بالظبط، عشان بروتكشن. عشان الخدش مكلف جدا عندنا، عشان ارجع العربيه اوريجينال وستاندرد لازم تتفك كلها تاني. بيتفك الجزء اللي ماخدوش واللي فيه الخدش، وبنعالجه بالطريقه برضو الستاندرد. وانا شايف العربيات متغطيه برضو سيفتي بروتكشن لغايه ما تخش خطوط الانتاج. لا احنا العربيات ده تخزين كتير، ده تخزين مثلا بتاع يوم، ده انتاج بكره او بعده، بكره يوم او بعده. ما شاء الله ما شاء الله. وشايف العربيه عندنا انتاج X7 X7 X. اللوت اللي جاي كله X7، احنا دلوقتي شغالين في الX6 واللي جاي كله X7. ما شاء الله عربيتين صعبين. العربيه الX7 دي في عربيه برضو بتخرج قدامنا من خط الدهان مدهونه، دي حاجه خارجه دلوقتي. العربيه البيضاء خارجه اهي. الله، هي بروسس كده، خلصت الدهان وخرجت كده تمام، دي خارجه تو بي ستورد زي وتراجعت. هو قسم الدهان من جوه هو قسم اوتوميتد كومبليتلي، انا حسيت داخل الافران باوتوميشن وخارجه من الفرنت اوتوميشن. حسيت ان قسم الدهان شايف فيه ماشينز اكتر بكتير غير الجزء اوتوميشن وستاندر عالمي، ونفتخر احنا عندنا واحد من افخر واحسن اقسام دهان على مستوى العالم. ولا اخفيك سرا ان 7 مصانع او 8 مصانع الاخرين اللي زينا احنا الوحيدين اللي بندهن العربيه، كلهم بيجيبوها من امريكا مدهونه. احنا المصنع الوحيد اللي عنده قسم دهان في مجموعه بي ام دبليو 7 مصانع، غير المصانع بتاعت المانيا. لا مصانع بي ام دبليو خلاص، انا بتكلم المصانع الثانيه، مصانع السي كي دي والاس كي دي. احنا المصنع اللي بيدهن الوحيد اللي عنده قسم دهان. طب ده شيء مهم. شيء مهم كمان بالنسبه لبي ام دبليو، عليهم كنترول لي جامد يعني، وبيطلع نتائج مبهره حلوه يعني الحمد لله. هنا العربيه بدات تبدا خط الانتاج. احنا بنبدا خط الانتاج، العربيه بتبقى خلاص هي جت من امريكا فاضيه خالص، بتخش قسم الدهان، تبدا هنا مراحل التجميع النهائي كقسم جميع، قسم كامل اسمه تجميع نهائي. مواسير البريكس دي مواسير الفرامل. البنزين والفرامل. البنزين والفرامل تبدا العربيه. احنا برضو هنا بنبدا انا في متعه دلوقتي، انا في وسط مصنع كنت انا كل يوم بلتك سنه وبستمتع كل يوم. حاجه بتحب الصناعه جدا جدا، بحب العربيه وبحب الناس اللي شغاله معانا، وهم بيحبوا شغلهم ده يعني، فاحنا في متعه يعني الحمد لله. الحمد لله. هنا بيبدا التركيب. اول حاجه رقم الشاسيه، وده اهم خطوه، ان احنا بنعمل هنا رقم الشاسيه، بنقول ان العربيه دي لها رقم شاسيه في مصر وخدت رقم الشاسيه في مصر، وتمشي المراحل كلها لغايه ما تخرج في الاخر المانيا. الكود ده ان العارف ان لو العربيه دي خرجت من السوق المصري راحت لاي سوق، مجرد ما كتب الكود ده عرف ان العربيه دي طلعت من مصر خلاص على سيستم بي ام دبليو. اول ما تخلص العربيه وتخرج بكل الفايلات اللي بتتبني فيها، بيقول ان العربيه دي خرجت في مصر، وايه السبيكسز كلها اللي فيها، وايه التجميع، وفي حاجات كتير في البروسيس والايرباجز وكده، بناخد بيها سكرينز وبناخد بيها سكانز عشان تتحط على سيستم. هنا ده جزء مختلف، تجميع حاجه تانية تقريبا. هنا احنا جنب الخطوط دايما بيبقى فيه ساب اسيمبلي. ساب اسيمبلي يعني بيجهز حاجات علشان الخط يروح يركبها. حلو، انا شايف دي البدلز الدواسات، بيركب البدلات وبيركب الاي بي اس وبيركب كنترول يونت هنا، بيركب تخش هنا كتير. وقدام بيركب السنتر كونسول، اغلب الحاجات بتتركب ساب اسيمبلي جنبها وتيجي تجمعها هنا. ومن الناحيه الثانيه عندنا سوبر ماركت علشان العمال. انا ينفع المس ده؟ انا عارف ان لمسه بسيطه. لمسه بسيطه الكنتاره بس. فرش سقف ده بتاع الاكس 6 الاكس 6 ام عشان كده معمول الكنتاره، وشكله برضو هنا بيتقفل في الحته دي. هيتركب حالا هنا. وده كاوتش الباب.
ودي كاوتش الباب بالظبط كده. وتركب طبعا كله بتولز سبيسيفيك جاي من المانيا التولز. بس انا شايف الايد المصريه كتير. يعني انا مش هقول زرت مصانع، يعني حضراتكم زجيتوا معانا مصانع كتير، ما كانش عندنا الفرصه ان اوريك الصوره دي. بس الصوره اللي انا شايفها دي بجد مش عشان انا هنا، انا فرحان ان مصر عندنا صوره زي اللي شفتها في دول اوروبيه العلامات. لو قلت لك هتتخض، انا شايف احنا بنعمل حاجات اصعب. انا اللي عايز اقوله لك ان مثلا في مصنع في المانيا بيطلع العربيه 300 بريت مثلا 1000 عربيه في اليوم. حلو، دي ماس برودكشن. انا هنا عندنا تحدي، لو قلت لي مثلا طلع 5000 عربيه في السنه او 10000 عربيه في السنه، ممكن يكون باكسبيرينس ثانيه وبتكنيكالتي ثانيه. لان ان انا فرايتي ان انا اطلع 6 موديلات باتنين اوبشن كل واحد بالام ستايل والتاك تايم بتاع المحطات، ده تحدي كبير. ان الفني اللي موجود قدامنا ده دخله اكس 6، بكره هيخش له اكس 7 وهيشتغل في جزء تاني، واخد دوره التدريب على كل العربيات دي، كل العربيات. فانا مطالب ان انا اكنترول البروسيس بدقه جامده جدا، اكنترول التولز اللي بستخدمها بدقه جامده جدا. فعشان بقول لك انا اسهل اعمل عربيه واحده 10000 عربيه اسهل بكتير جدا من ان انا اعمل 3 4000 عربيه من فرايتي اوف موديلز. انت النهارده بتصنع اكس 6، بكره بتصنع اكس 7، بعده بتصنع اكس 5، ونفس الشباب. ده بيحتاج دورات تدريب كتير قوي. هو احنا عندنا دايما انترنالي دورات تدريب، لان في مهندسين في ادارات البروسيس بينزل دايما معاهم في دوره التدريب. وعندنا حاجات اسمها كواليتي جيتس. هفترض ان هو مثلا غلط في حاجه، في كواليتي جيتس بتشوف البروسيس. والحته اللي انا بحبها بقى، الراجل اللي هو بتاع كواليتي كنترول ده اللي يجي يبص لك هنا الفيشه دي مايله سنه، هنا الحته دي كانت المفروض تبقى كده. وده وارد انه يحصل، لان ده عنصر بشري بالظبط. لا، كواليتي جيت بيطلع لسته، ولسته دايناميك. يعني بمعنى ايه؟ هو لو طلع حاجه بتفضل في الليست على سيان، يرجع تاني بكره يشوف العربيه بقى كنترول، اول ما خلاص اتضمن لها يشيلها من الليست. الليست دايناميك. احنا لدرجه ان احنا بنمشي في بروجكت ساعات عشان يبقى معاهم تابلتس الشباب، اول ما هو يطلع حاجه يكون هنا اللي شافها عشان يكنترول دي، عشان الفيدباك سايكل تتقفل. التكنيكاليتي بتاع تصنيع السيارات مش سهله خالص. لا. صعبه جدا جدا تو جيت برودكت فيري سوفيستيكيتد زي ده، معقد جدا، بتتطور بسرعه. يعني بسرعة. الموديل بيخلص على طول، 3 4 سنين 5 سنين انت لازم تغير وياخد دوره تدريب على الموديل اللي بعده. جنب مرحلة عجباني انا قوي. هو ده داينو ده رولر تيست، بيقيس فانكشنز كتيرة في العربية. العربية بتسيموليت كأنها ماشية على الطريق بسرعات عالية، وصل ل 150 كيلو. بيوصل ل 160 كيلو، وبيديله اوردرز جوه في الشاشة او على الكمبيوتر اللي قدامه، يشغل التكييف، يقفل التكييف، يرفع الاداء. بيقول له اكتف فور ويل درايف، بتاكتف بقى هي اوتوماتيك الفور ويل درايف والتيست على الرولر اللي موجود على الارض تحت. هو كتب له ان تيستنج دلوقتي. والرولر يعمل بريكس ويشوف الرياكشن بتاع البريكس على العجله، فيبقى معناها ان البريكس شغاله كويس، معناها الفانكشنز في العربيه شغاله كويس. اداء العربيه اولموست لايك 80% 90% خلاص الفانكشنز دي. بنرجع نكمل بعض الفانكشنز جوه، عندنا رود تيست داخل المصنع. بنرجع نكمل بقيه الفانكشنز كويفز وساين ويفز وكده. يعني احنا اختبارين بالتمام. واحد الاول هنا للفانكشنز وللرولر وللبريكس وكل حاجه هنا، وفي واحد تاني للويفز ساين ويفز، تطلع العربيه وتنزل عشان نشوف السسبنشن والاداء بتاع السسبنشن. اختبار مختلف شويه. هو مش مختلف، هو برضه ستاندر عربيات او صناعه السيارات، ان في اختبار مهم للرين تيست او الشاور تيست، بنسميه شاور تيست. محطوط نوزل بمسافات محدده وبتدي 2 بار ميه ضغط،
بره من اللي بيعملوها علشان المطره الجامده او بتاع يطمن ان ان مفيش ميه دخل جوه العربيه سيلد كويس. احنا هنا بنقول اهتمامنا ليها ان انت لو قفلت عربيتك ما تجيش الصبح تلاقي فيها ذرات تراب رفيعه نتيجه ان هي سيلد كويسه. قدام ان احنا بنهتم بان العربيه تكون سيلد، فده الاختبار المهم اللي بيدينا انديكيشن وان العربيه سيلد 100%. وبيعملوا على مرحلتين، يعني يبدا مرحله الاول ويخرج يشوف العربيه ويفتشها ما فيش حاجه، يبدا يعمل فتره كبيره زي ما احنا شايفين كده شايف قوه الميه باينه من الصور، بلس ان جاي له ميه من تحت يعني نفس الاثنين بار من تحت ومن الجنب اوتوماتيك خلص كمان من تحت التايمنج خلص، هو اوتوماتيك هو ما بيعملش حاجه اللي قاعد جوه بس عشان يخرجها ويدخلها، ولما يجيبها هنا يفتشها ويعمل لها دراينج يبدا ينشفها من بره، ينشفها من بره ويعملها دراينج كويس ويتاكد ان جوه ما فيش حاجه. ذاتس وان اوف ذا تيست. دي تعتبر اخر مرحله تقريبا اخر مرحله، لان بعد الخطوط المنتظمه لخطوط الانتاج قلنا في الاول دخلت ترم اترفعت اوفر هيد وبعدين دخلت على مرحله الفاينل. بعد مرحله الفاينل اللي هو خلاص حطينا البنزين وعملنا كودنج لكل الكمبيوترات، كل عربيه فيها ما يقرب من اكتر من 50 كمبيوترز بيتحكموا في كل شيء في العربيه، زي ما انت عارف ان العربيه فيري سوفيستيكيتد تكنولوجي، فكل الكمبيوترات تركبت ودخلت على سوفت وير علشان يعمل لها فلاشنج ويعمل ابديت للسوفت ويرز اللي في العربيات اب تو ستاندر البي ام دبليو النهارده فيه في الاونلاين سيستم اللي ما بيننا وبين بي ام دبليو. خرجت عملت زوايا، عملت اي بي اس، عملت الشاور تيست اللي شفناه، عملت الرولر تيست، عملت الويفي تيست الخارجي. تيجي هنا لمرحله الريكتيفيكيشن، يبصوا على العربيه بصه اخيره هل فيها ليكج، هل فيها حاجه، هل ما فيهاش حاجه، يدخلوها على مرحله الفاينل. مرحله الفاينل بيبصوا على الدهان بصفه عامه تحت اضاءه محدده ولاكسز محدده للاضاءه، ثم تخش على مرحله الفاينل. العربيه احنا بنعتبرها كل اللي انا اتكلمت فيه ده لسه مش عربيه بي ام دبليو، ما تحطش العلامه. بعد كل البروسيس دي كلها بيجي كتاب العربيه اللي هو موجود ماشي في المحطات والمراحل دي كلها، هنا في المحطه دي بيبصوا عليه ويراجعوه كاملا لكل عربيه، يبدا ساعتها يحط الكتالوجات ويحط العلامات بتاعه بي ام قدام وورا. كده العربيه دي تعتمد انها خارجه من كده، هنا معتمده في اخر عربيه زي الرمادي دي والبيضه اللي وراها، هي متوصله على سيستم كمبيوتر، هو ده اهم سيستم موجود عندنا في المصنع. السيستمز اللي ماشيه اونلاين كلها خلال النتورك ما بيننا وبين بي ام دبليو هي سيستم بتقرا الداتا. السيستم ده الوحيد اللي بياخد الداتا والفايل اللي اتعملت بيه العربيه كشهاده ميلاد ويبعتها لبي ام دبليو حالا على الجهاز ده، ويقول لها العربيه دي اتولدت في مصر الساعه كذا بالبروفايل ده بالاوبشن دي كلها، وليها فين كود معين وليها فيكال اوردر كود معين، كل ده العربيه. لو العربيه دي ما نجحش في اخر خطوه دي المانيا مش هتشوفها، كانها عربيه ملهاش اب ولا ام. هنا بيقول ابوها وامها هي مصر والداتا بتاعتها هي. فدي من المراحل المهمه جدا جدا. لو حصل حاجه شورتج هنا او في مشكله او هنا، وحتى العربيه خرجت من المخازن لو رحت افتر سيلز مش هيشوفها، هيكلمني يا باشمهندس محمد هو العربيه دي ايه، دي مش ظاهره لي اصلا على اي سيستم، عشان يفتح لها الفيديو ويفتح لها الضمان ويفتح لها كل حاجه، لازم تعدي هنا وتتسجل في ام دبليو. العربيه دي احد العربيات اللي اتعملوا في الثمان مصانع، واحده من الثمان مصانع كذلك زيه بالظبط في البرازيل وزيه بالظبط في الهند والمصانع اللي موجوده الاخرى. انا سعيد بالجوله اللي احنا عملناها النهارده دي بجد، تحياتي وشكري لكل الايادي المصريه اللي موجوده هنا. حبيبي انا بشكرك، واتمنى ان نكون فعلا قربنا للناس اللي بتتكلم على صياعه السيارات. الفكره عموما في مجهود جامد في الصناعه، في مخ شغال، في علم شغال، ممكن نكون مش واصلين للمرحله اللي نفسنا فيها، لكن ما نظلمش نفسنا، نسعى ونحاول ونجتهد. مستثمرين موجودين بنوا مصانع بملايين الدولارات، نحاول نحافظ عليها، نحاول نطلع منتج. احنا برضو مرايه لشركات اجنبيه، لما اتكلم على ده انا بدي انطباع لشركه اجنبيه كبيره بتتكلم عليا حلو وتقول هنا في مصر حلو، في صناعه حلوه وفي رجاله حلوه. ده هدف. بالتوفيق دايما يا باشمهندس، وبشكرك جدا ومتشكر على الزياره دي، متشكر ان انتوا سمحتوا لنا ان احنا نكون معاكم في الجوله جوه المصنع. هو كان صعب شويه بس يعني عشان خاطرك وعشان خاطر الهدف اللي احنا عايزين نوصله،
يعني تحت امرك. اشكرك جدا بالتوفيق، وان شاء الله تاني نصور ونكون بنحتفل بضعف العدد العربيات ان شاء الله يا رب وموديلات جديده ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. شكرا ليك.